لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعيش مع ربه من خلال هذه الآيات التي تتنزل عليه في القرآن الكريم، وكان هذا القرآن مع نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمه، يوجهه، يرشده، يثبته، يبصره، ينبهه، ويوقظه. وإذا تأملنا كلام الله مع نبيه في القرآن الكريم فيما هو موجه إليه مباشرة سنجد عجبا. فنجد أن أول آية في القرآن موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وعندما تحتاج الدعوة إلى نشاط وهمة كان يقول له: يا أيها المدثر الذي تغطى بثوبه ولحافه، قم فأنذر، هذا وقت الإنذار، إن يوم الساعة قريب، اقتربت الساعة، قم فأنذر هؤلاء قبل أن يبغتهم الموت وقبل أن تقوم القيامة فيحق عليهم الجزاء، قم فأنذر. ولأن هذا الإنذار فيه إعلان بعظمة الله وكذلك عبادة لله، يقول له: وربك فكبر. ولأن الصلاة تحتاج إلى طهارة، وثيابك فطهر، ولأن التوحيد ينافيه الشرك والرجز فاهجر، ولأن العبادة لا يجوز المن بها على الله، فيقول له: ولا تمنن تستكثر. ولأن الدعوة تحتاج إلى صبر والعبادة تحتاج إلى صبر أيضا، ولربك فاصبر.